جمالك ما إله معيار، ولكن إذا حبيتي تبيني أطول تابعي هاي النصائح. أهم شي ثقتك بنفسك، استقامة ظهرك وتصحيح وضعيتك بيزيد من طولك. لتعطوا رقبتكم مدى وتبينوا أطول، البسي تيشيرت بأبيت فيناك. عند اختيار بنطلون الجينز اختاري قصة مستقيمة أطول من الكاحل لتغطي نصف الكعب وتزيد من طول الساقين. الفساتين الطويلة مثالية لإخفاء كعب عالي وبتسحب النظر طولياً إذا كانت بلون واحد. رفع الشعر أيضاً بيضيف الطول من فوق الرأس بالإضافة لإبراز طول الرقبة. استخدمي السلاسل الطويلة لإضافة الطول للمنطقة العلوية من الجسم. ارتداء الملابس المخططة طولياً من أنواع الخدع البصرية اللي بتبينك أطول وأنحف. ومن أساليب الخدع البصرية أيضاً تلبيق لون البنطلون أو الجرابات مع الحذاء لتبين امتداد للساق والطول. البنطلون يلي بالخصر العالي بيوحي بطول السيقان. استغني عن الأحزمة العريضة يلي بتاخد من طول وسطك واستبدليها بالأحزمة الرفيعة. اختاري ملابسك بألوان متقاربة واستغني عن النقشات الكبيرة وكثيرة الألوان.